بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم عن هوك جديدة اسمها يوز افكت. طبعا نفس الشروط اللي احنا قلناها على الهوك الأولانية هي تقريبا نفس الشروط بتاعة الهوك التانية والتالتة من ناحية المسمى والتعريف وطريقة الامبورت. طيب الهوك دي من اسمها كده افكت، يعني تأثير، يعني بتتنفذ لما يحصل تأثيرات معينة. هنفهم دلوقتي مع بعض. بيقول لك ان هي تو ميك لايف سايكل ميثودز ان ديفرنت ايتمز او تايمز. اسف، يعني ايه الكلام ده؟ ايه اللايف سايكل دي؟ اللايف سايكل يعني لما الكومبوننت بتاعي رن اول مره، لما حاجه فيه تتغير، لما انادي على الكومبوننت ده مره تانية، لما يحصل له ابديت، دي كلها اسمها لايف سايكل. اللايف سايكل دي كانت بتحصل بالكلاسز، في الكلاسز بكذا ميثودز، وكان الموضوع متعب ومعقد، مش معقد ولكنه بتكتب كود كتير، تمام؟ فتم استبدال الكلام ده كله في الاصدار الجديد. طبعا الكلاسز شغاله، يعني انت لو شغال بالكلاسز في مشاريع قديمه هتلاقيها شغاله معاك زي ما هي، لكن انا بتكلم ان دلوقتي الجديد كله شغال بالفانكشنال كومبوننت والرياكت هوك، تمام؟ طيب نفس فكره اليوز ستيت، انا بقول له يوز افكت، طبعا بكون عامل لها امبورت من فوق، ميثود او بيلت ان ميثود بتاخد مني تو بارامتر. اول واحد فانكشن، فانكشن دي بنفذ فيها اي كود انا عاوزه. تاني حاجه بتاخد مني اري، تمام؟ هنفهم الفانكشن دي ازاي والاري دي ازاي. فبيقول لك ان هي ران وين كومبوننت ران فيرست تايم، يعني ان هي اليوز افكت دي بتشتغل اول لما الكومبوننت بتاعي ران اول مره فقط. يعني مثلا لو انا عاوز احمل بيانات المنتجات، عاوز احمل مقالات، عاوز احمل اخبار، اول مره بس، اول لما الصفحه تعمل ريلود بستخدم يوز افكت اور ديبندنسي اليمنت تشينج، او ان انا اكون في عناصر تانية عاوز اغيرها بغيرها. طب تعال نشوف الكلام ده عمل افضل. طبعا ده الشغل القديم بتاعنا، فخلينا نيجي هنا نقول يوز افكت اكزامبل عشان تكون واضحه اكتر. طيب انا عملت كومبوننت جديد سميته يوز افكت اكزامبل وعملت له اكسبورت، وجيت هنا عملت له امبورت مكان اليوز ستيت، وطبعا الستيت بتاعنا موجود عشان الكود يكون موجود. طيب كويس اوي. هنا عندنا طبعا البراوزر هنا مفيش حاجة معروضة. طيب لو جينا شفنا في الكونسول فهتلاقي بيقول لك ان اليوز افكت اكزامبل ان هو في البراوزر ده، if you meant to render react component start name with upper case letter، يعني استخدم اول حرف ان هو يكون حرف كابيتال. دي حاجة من البراوزر نفسه، مفيش مشكلة، هنغير بس اول حرف في الفانكشن نفسها، تمام؟ ظهرت معانا على طول، لكن اسم الكلاس عادي، هو بس الفانكشن نفسها هو عاوزك ان انت تخلي اول حرف يكون كابيتال. طيب كويس جدا، هنيجي هنا نكتب الكود. الكود بتاعنا هيكون كالتالي، هنعمل امبورت اول. طبعا الامبورت هنعملها، ممكن نعملها منفصل او ممكن نعملها مع الرياكت هنا. ليه؟ لانها جايه من الرياكت، لانها جايه من اللايبرري دي. فهنيجي زي ما احنا عملنا في اليوز ستيت، هنقول يوز افكت بالظبط، تمام؟ ولو انا طبعا هستخدم يوز ستيت معاها، فهاجي هنا اقول له يوز ستيت، استدعيها برده احتياطي. هاجي هنا في اي مكان في الفانكشن، في الميثود، في الكومبوننت بتاعي، هقول له يوز افكت على طول مباشره، تمام؟ طبعا ممكن اقول له كده او ممكن اخليه هو يكتبها لي بالكامل جاهز، ولكن انا عاوز اكتبها بايدي. فاجي هنا اقول له يوز افكت، خلينا نستخدم دي. طيب يوز افكت زي ما قلنا بتاخد تو ارجمنت او تو بارامترز، اللي هو الفانكشن، يعني بتاخد هنا كده فانكشن وبتاخد بارامتر تاني عباره عن اري. فالفانكشن دي بتاعتنا ممكن نخليها ار فانكشن، او ممكن نعملها فانكشن تاني بره، اي حاجه. ادي فانكشن اهي، فانكشن بتاعتنا كونسول دوت لوك، هنطبع بس هنقول له هلو عشان نبقى عارفين ان هي جايه من اليوز افكت، هلو فروم يوز افكت. طيب خد بالك لما نيجي نعمل ران، فقال لي هلو فروم يوز افكت. فده كده معناه ايه باختصار شديد؟ ان اليوز افكت دي هوك بتتنفذ اول لما الكومبوننت ده يرن اول مره، بغض النظر بقى عن الجي اس اكس، ومن غير ما ادوس على زرار، ومن غير ما اعمل اي حاجه. بص بريفرش، فقال لي هلو فروم يوز افكت، تمام؟ طيب كويس جدا. هنا طبعا انت هتقول لي طب ايه البارامتر الثاني ده؟ البارامتر الثاني ده عباره عن اري. لو انا سبته فاضي، يعني لو انا سبته فاضي كده،
فالفانكشن دي هتتنفذ اول مره ارن فيها الكومبوننت ده وخلاص. يعني اول ما اعمل ريلود في الصفحه بتاعتي زي كده هتتنفذ مره واحده وخلاص. دي في حاله لو انا داخل على صفحه جديده عاوز اعرض فيها قائمه منتجات قائمه اسعار، فبستخدم دايما اليوز افكت، بخلي الكود بتاعي هنا. طبعا انا هنا كاتب حاجه بسيطه، ممكن اعمل اللي انا عاوزه. تمام. الحاجه التانيه ده لو انا ما سبتوش فاضي، لو انا مثلا قلت له كاونت، كاونت ده متغير عندي او اري او اي حاجه، الكاونت ده كل ما يحصل فيه شنج او تغير هينفذ لي الكود ده مره تانيه. طيب ازاي؟ تعال نشوف. طبعا كاونت مش موجوده فهو الراجل معترض. خلينا نعمل مثال، نفس المثال اللي احنا عملناه المره اللي فاتت، هنقول له كاونت و سيت كاونت. خلاص احنا كده وبالمره بنراجع على اليوز ستيت، هنديله انيشال فاليو بصفر، وخلينا هنا مثلا نعمل البوتوم وعليه علامه الزائد، ونيجي هنا نقول له اون كليك، هنعمل نفس الكود اللي احنا عملناه المره اللي فاتت، هنقول له سيت كاونت بتساوي الكاونت زائد واحد. يعني لما ادوس على علامه الزائد اللي هي هنا دي، طبعا البطن غلط عشان كده ما عملليش الزرار، هنا بطن. ونيجي هنا مثلا نعرض في ليبل، نعرض نقول له ان الكاونت بتاعنا بيساوي كذا اهو. طيب هنا طبعا الكاونت بيساوي واحد. طيب كويس جدا. لو جيت فضلت ازود 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 ازود، خد بالك بقى ايه اللي بيحصل، ان انا هنا كل مره بغير فيها او بزود، بص قال لي هلو فروم رياكت، بعدين قال لي جابها لي مره تانية. يعني ايه؟ يعني معنى كده ان هو طبعها تاني. فاذا الميثود بتاعه اليوز افكت دي بقت بتتنفذ امتى؟ بناء على ديبندنسي معين. يعني ايه ديبندنسي؟ يعني حاجه لما بتتغير بيحصل كذا. فدي حاجه قويه جدا، اليوز ستيت مع يوز افكت بنستخدمها استخدامات كتير قوي. انا عاوز اقول له مثلا لو انا ضفت منتج جديد فزوده لي في العربه بتاعه التسوق او اللي هي الشوبنج كارت، فبالتالي بعمل حاجه زي كده يوز ستيت اللي هو المنتج ده، لو انا ضفت منتج جديد روح نفذ لي الكود ده، فالكود ده مش هيتنفذ غير لو حصل كذا. تمام. طيب لو سبتيه دي فاضيه يبقى اذا الكود ده مش هيتنفذ غير اول مره بس. اهو بص اديني شلت دي، فاذا الكود ده هيتنفذ ايه؟ بص مفيش اي حاجه بتطبع تاني. طيب في حاله ثالثه عندنا، لو شلت دي خالص يا ترى ايه اللي هيحصل؟ قال لي هلو فروم رياكت، وبص وطبعها لي مره ثانيه. طيب ازاي الكلام ده؟ ركز معايا دلوقتي. لو انا اولا عندي ثلاثة اوبشن، الاول ان انا اسيب البارامتر الثاني فاضي خالص ما حطوش، فبالتالي الداله دي هتتنفذ ماشي في كل مره يحصل ريرندر، يعني اي مره يحصل ريرندر للكومبوننت بتاعي هينفذ لي الكود اللي هنا. فبالتالي لما الكاونت بتاع الستيت بيتغير بيحصل ريرندر، فبالتالي الكود ده هيتنفذ. ليه؟ لان انا سايب دي فاضي. طب لو عملت دي كده وسبتها فاضيه فبالتالي ده هيتنفذ اول مره بس. بص اهو تنفذ اول مره ومش عاوز تنفذ تاني، اهو عمال ريندر ريندر وما بيتنفذش تاني. طيب الحل الثالث ان انا اخليه يتنفذ بناء، وده غالبا اللي احنا بنستخدمه، اخليه يتنفذ بناء على او يتنفذ بناء على حاجه ثانيه، ديبندنس ثاني. فبالتالي اهو كل ما يحصل تغيير يعني. طب هتقول لي ما هي دي ودي شبه واحد، اقول لك لا طبعا، دي كده معناه ان هو مش هيتنفذ غير لما دي تتغير. ف احنا بنستخدم الكلام ده في ايه؟ دايما بنخلي دي كده فاضيه لما الصفحه نكون عاوزين نلود او نلود فيها داتا معينه من اي بي اي، فبنستخدم دي لان الداتا احنا بنعمل لها لود اول مره بس، فبالتالي ما بنحتاجش غير دي. في حاجات تانية بقى بنحتاج ان احنا نضيفها في عربه التسوق، مش عارف نعمل كالكوليت للتوتال او اي عمليات تانية بناء على حاجات معينه، فبنستخدم هنا حاجه زي كده. في حاجه تانية انا عاوزها تتنفذ كل ما يحصل ريرندر للكومبوننت، اول لما ندعم الكومبوننت دي في اي مكان في الابلكيشن الكود اللي جوه ده يتنفذ، فبالتالي هشيل دي. طيب تعالى نلخص الموضوع كده بكل اختصار. عندي طبعا دي الامثله دي موجوده من مواقع شهيره، عندي ثلاث حالات ليه او اربع حالات لليوز افكت. اول حاله ان انا عملت يوز افكت هنا واديته ار فانكشن وما اديتلوش حاجه تانية، اللي هي الحاله دي ان انا ما اديتلوش حاجه تانية، فبالتالي هو الراجل بيقول لي ان هي افري ري ريندر، يعني اي عمليه ريندر هتحصل الكود ده هيتنفذ. طيب
اون ماونت، اون ماونت دي حاجه كانت موجوده في الكلاس كومبوننت دي، لما انا اديته فانكشن واديته الاري فاضيه لما انا عملت كده حلو اهو، فبالتالي ده هيتنفذ مره واحده فقط. يعني انا لو ناديت على الكومبوننت ده هيتنفذ مره واحده فقط. فبص هو هنا هيقول لي ايه، I am only run once، يعني برن مره واحده بس، when the component get mounted، يعني لما الكومبوننت يتم تشغيله اول مره. طيب كويس جدا. التالتة اللي هو conditional، يعني ايه؟ يعني لما اجي احط كود زي كده، حاجه زي كده، فبالتالي هو مش هيرن غير لما البتاع ده يتنفذ. تمام. فبالتالي هيقول I run every time my conditional is changed، يعني البتاع ده اللي هو الشرط، يعني الكونديشنال يعني شرط معين. الشرط ده ممكن يبقى اي حاجه بقى، وخد بالك ان هو ممكن يبقى اكتر من واحد، يعني ممكن نعمل فصل وحاجه تانية. فانا بقول له لو ده اتغير او ده اتغير او ده اتغير نفذ لي، ما هي دي اري اصلا، يعني دي اري بتاخد مني اري. اعتقد كده الامور تمام. طيب ماشي، دي برضو نفس الكلام وبيعمل فيها ريتيرن، دي مش قضيتنا احنا دلوقتي. فكده اليوز افكت، طبعا احنا بندي امثله بسيطه جدا اللي هو نطبع مش عارف نزود ننقص، ده كل ده امثله بسيطه، لكن لما نبدا ننفذ المشاريع العمليه هتلاقي ان احنا بنستخدم الحاجات دي. المهم ان انت تفهم الفكره الرئيسيه، يوز ستيت بخزن فيها قيم، بتعمل لي ريرندر في كل مره القيمه دي تتغير، بتاخد مني تو ارجمنت او تو بارامتر، واحد فيه الفاليو الحاليه والتاني اقدر اغير من خلاله الفاليو. الفاليو دي ممكن تبقى اوبجكت على فكره، ممكن تبقى حاجات كتير جدا. اليوز افكت هي عبارة عن هوك بتتنفذ أول مرة بنادي فيها على الكومبوننت بتاعي، بتاخد فانكشن معينة. فبالتالي خلاص كده احنا فهمنا الحالات التلاتة، زي ما قلنا ان انا يا اما بتتنفذ أول مرة بس، يا اما بتتنفذ مع كل ريندرد للكومبوننت لو انا مسحت الارجمنت التاني ده، يا اما ان انا بحط شرط معين لو ده اتغير نفذ لي الكود ده. طيب دي مميزاتها ايه؟ الستيت لما دي بتتغير بتعمل لي ريرندر للكومبوننت كله على بعضه، بترندره كله بقى بكل اللي فيه. لكن اليوز افكت لما انا بغير حاجه معينه ولا اري مثلا ولا اوبجكت ولا اي حاجه، بقول له لو حصل فيها تغيير نفذ لي الداله دي بس، فبالتالي ما بيروحش يرندر لي الكومبوننت. فدي حاجه كويسه جدا في اليوز افكت. اعتقد ان هي كده وضحت.